اسمي نور رمجوب من إدارة تعليم جدة. أشعر بالفخر والحماس أني بمثل وطني في آيسف، وإن شاء الله بنمثله بأحسن صورة. طموحي أني أطور في مشروعي وأن أكتسب خبرة وأن أتحدث مع أساتذة في مجالي حتى أطور مشروعي وكمان أطور نفسي. وإن شاء الله إن شاء الله لما أوصل آيسف إن شاء الله أقدر أفوز وأرفع رأس بلدي. وفي السنة الماضية جبنا 22 جائزة، وإن شاء الله في دين السنة نجيب جائز أكثر. مشروعي هو مقارنة تأثير إنزيم يسمى NST2 وطفرته على النوكليوزومز، وإحنا وجدنا إنه طفرة تتفاعل بسرعة مضاعفة، وبس بنحاول نعرف أكثر عن تفاعلها حتى نقدر إنه نوقفها عشانها طفرة سرطانية. بعد قبولي لبرنامج اسمه SRSI تقابلت مع المشرف علي، وكان عنوان مشروعي من المواضيع المقترحة علي، فهو اللي ساعدني في اختياره. الحمد لله يعني كان عندي دعم كثير من عائلتي ومن المشرف علي في كاوست ومن صديقاتي، وطبعا أكيد من موهبة. أعتقد الشيء اللي وصلنا لدي المرحلة زي ما قلت الدعم، وكمان حبي للمجال اللي بشتغل فيه وشغفي.